نزل في الانتخابات. الله والله قعد شويه لان احنا ومن عيال الشاميه وعيال بقيت. الله يحفظك. الوالد مساعد ما شاء الله. محمد ابوي خالد بغيت. وانت؟ انا احمد خالد. ما شاء الله. انت شنو افكارك؟ مو شرط الواحد يجيب اصوات. محاربه الفساد لانه انتشر. ذبحتونا بالفساد ترى والله. مو انا. وين الفساد يدور عليه ما لقيته؟ تبي؟ اي. انت شلون ماشي بالشارع؟ الشارع زين الحمد لله. الشارع كلها حفريات وين؟ في بس يعني. المشروعات السياحيه وين؟ المشروعات السياحيه هم الحين يبون الناس يسافرون. يبون الناس يسافرون الجو حار. وين توظيف الكويتيين المتقاعدين؟ سمعنا الكويتي عمره 50 سنه يتقاعد. صابونا بالعين الحين المتقاعدين 3000 يابونا الارض. احنا كنا لو على اول احسن. احنا كنا السادس او السابع عربيا دراسيا. اي هذه الحين صرنا 22 اخر دوله. اعتمادنا على منو؟ النطيحة والمتردية. لا 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 ابو شر. الجنسيات العربية اللي تدرس اول الحين نفس الشيء. لا احنا يمكن قاموا عيالنا يدشون مدارس اجنبية او شيء. لا لا ما يفرق. بالعكس. بيكوز وما بيكوز. لا لا مو سالفة بيكوز وما بيكوز. اهم شيء اخلاق. اول طال عمرك انا خريج جامعة الكويت انت لينك مرشح. الحين عندنا كم جامعة اهلية؟ 20 30 المفروض التعليم يتقدم. بخبخ. ايوه. الله. التعليم صار فلوس. بدون فلوس ما يمشي. صح. صح ولا لا؟ صح. اول كان يسمونه وزاره، قبل يسمونه وزاره التربيه والتعليم، الحين صار بس تعليم. التربيه خلوها لان صارت التربيه عندنا زفت، لان اول اذا الاب تهاوش ويا بنيته او ولده. اي والله عنك. زين يطقونهم ما حد يسوي شيء. لك اللحم ولنا العظم. لك العظم ولنا اللحم او العكس. خلاص يعني زين. الشاميه هذا واحد شوف ناخبينك يحبونك محبوب. لا انا ما عندي ناخبين. الله يرحمه رفيجنا الملاك مساعد الخرافي وابوه توفى. لا اله الا الله. منكم ولا البغيث الثاني؟ قصدك مساعد بغيث كان معنا بالكويت. انتوا الغيث ولا بغيث؟ بغيث احنا. وفي الغيث؟ في بن غيث في ثلاثه. وفي ثلاثه. إيه. انتوا وين فريقكم بالكويت القديمه؟ احنا دهله قبل. الله. اللي هي عند الكنيسه حاليا. من يرانكم عند ديوان الخرافي صح؟ الخرافي. من يرانكم؟ انا ما لحقت يعني أنا ما اتذكر. انت كنت جيراننا الشغل. وبيت المحبوب وبيت صح. الدواس و... صح. كنا بالشاميه من اول ما طلعت. زين الغيث وين كانوا؟ جبله شارق المرقام. لا لا جبله عيال الغيث اللي اعرفهم وليد وناصر الله يحفظهم. منو يرانهم؟ بن غيث وعليك السلام. شوف شلون هذا بعد ولد الشاميه ابو العبيدي كان هو يملك للناس وكان ابوهم صالح يقول ما شاء الله. زين وبن غيث وين فريجهم؟ انا اللي اعرفه انه مرقاب.